في القعدات العاديه ممكن جدا تبقى قاعد وتسال اي حد بلجنه التخطيط، تبقى تسال الكابتن خطيب، ناس من المقربين منهم يعني، يسالهم يقولوا لهم انتوا هتعملوا ايه في موضوع احمد فتحي؟ فالناس الحقيقه تبدي استغرابها. الناس اللي هم المسؤولين سواء في لجنه التخطيط او الكابتن خطيب بيبدوا استغرابهم، يعني يا جماعه الموضوع اتقفل، والموضوع اتقفل بشكل احترافي وبشكل محترم. يعني ايه؟ يعني هو ليه حضرتك بتسال على موضوع احمد فتحي؟ احمد فتحي موضوع اتقفل من يوم ما كان متواجد، وبعد انتهاء المهله تمنت لجنه التخطيط للنادي في النادي الاهلي للكابتن احمد فتحي التوفيق، الموضوع اتقفل. لا يحتاج الى كل هذه الضجه. لاعب محترف ولاعب محترم وادى ما عليه وزياده، ناس شايفه ان هو عمل كده عشان خاطر الفلوس، ناس شايفه تانية ان هو عشان الفلوس واللعب. بغض النظر، اللي عايز يشوف حاجه يشوفها. هو اللاعب له اسبابه في ان هو لن يكمل مشواره في النادي الاهلي. اسبابه هي ايه؟ اللي انا اعرفه ان هي اسباب تخص النواحي، ان هو عايز يلعب بشكل اكتر لانه شايف ان مستر فايلر مش هيلعبه كتير الفتره اللي جايه، وفي نفس الوقت عرض اعلى. محدش يقدر يتكلم في هذا الموضوع. هو احمد هو حر، له اسبابه ويختار هو اللي هو عايزه. لكن لجنه التخطيط تعاملت بشكل احترافي مع احمد فتحي في هذا الامر، واحمد فتحي قد يكون اتاخر شويه في اتخاذ قراره، ولكن في النهايه خرج من النادي الاهلي وهو يعني احمد سيظل دائما. وانا قلت الكلام ده قبل كده، الناس مش هتنسى ال 12 13 سنه اللي كان متواجد فيهم احمد فتحي داخل النادي الاهلي، والعطاءات اللي عملها احمد فتحي، وان هو قلبه وراجل من اللاعبين المهمين جدا جوه النادي الاهلي. ولكن ايضا الناس لن تنسى، او جمهور النادي الاهلي لن ينسى موقف احمد فتحي في عدم التجديد. ده شيء مفروغ منه، زي ما ان احمد له الحق تماما في اتخاذ القرار فيما يراه مناسبا في تقبله خلال الفتره القادمه. فالموضوع منتهي.